طيب تعالوا بقى نتحول من الحديث عن النادي الأهلي إلى منتخب مصر للشباب. منتخب مصر للشباب بقيادة ميكالي تمكن من تحقيق والله لك الحمد والشكر نجاح مهم بالتأهل لبطولة الأمم الإفريقية تحت 20 سنة. كده احنا عندنا منتخبين ربنا كرمنا فيهم، منتخب كابتن ربيع ياسين وتأهل منتخب 2008، أنا آسف أنا قلت كابتن ربيع ياسين، هما الاتنين أفاضل يعني، منتخب الكابتن أحمد الكاس منتخب 2008، والمنتخب الآخر هو منتخب ميكالي اللي بيتأهل لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة. أنا معايا على التليفون كابتن إسلام الشاطر مدير منتخبنا الوطني للشباب. يا كابتن إسلام أهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل. قلت لك في أول مرة إن شاء الله بإذن الله نتكلم مع بعض وإحنا كسبانين وعملتوها عشان تفرحوا الناس كلها، فمبروك ألف مبروك. الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك يا هيبة. طيب خليني أسألك، شفت إزاي اللقاء النهاردة ومكسب النهاردة وبالتالي التأهل للبطولة إن شاء الله بإذن الله بطولة الأمم الأفريقية؟ لا، المباراة النهاردة مباراة صعبة جدا جدا، فيها حاجات كتيرة جدا، وخلي بالك أصل المباراة دي مش النهاردة بس، المباراة دي ما قبل المباراة. أيوه. وما قبل المباراة حاجات كتيرة جدا هنبقى نتكلم فيها بعدين، يعني مش النهاردة. ماشي. لكن المباراة نفسها، لا المباراة نفسها صعبة جدا، ناس كتيرة فقدت الأمل من اللي بيتفرجوا على الفرقة، فقدت الأمل على المنتخب يعني. أيوه. انه منتخب مصر خصوصا بعد طرد اللي حصل النهارده. صحيح، طرد فارس خالد في الدقيقه اعتقد حاجه 40 42 تقريبا. يعني 42 43 تقريبا. ناس كتيره فقدت الامل، ولكن عبقريه ميكالي في التغيير اللي عمله، وبرده العبقريه في ما بين شوطي المباراه في المحاضره اللي عملها. عمل محاضره ابراهيم، والله يا ريتني كنت سجلتها، لانه قال ايه؟ قال ايه؟ قال كلام مهم جدا فيما يخص الكلام الاول في ناحيه النفسيه، اول ما دخل بالطريقه البرازيليه بقى يعني وبكل منتهى الزعيق، يعني مش عايز اقول لك زعيق يعني حماس مش زعيق، سوري. ان هو كان بيتكلم على ان مصر دي كبيره جدا جدا، قد ايه مصر كبيره، ولازم نصعد من خلال الشوط الثاني. احنا ما لعبناش الشوط الاولاني، قال لهم كده، قال للولاد كده، احنا ما لعبناش الشوط الاولاني، احنا هنبتدي الماتش دلوقتي لما ننزل. حلو. بعد كده اتكلم في الامور الفنيه، خرج عمرو خالد بيبو اللي كان عامل واحده من احلى الاشواط اللي عملها الحقيقه خلال الفتره الاخيره، ونزل مهاب سامي اللي غير المباراه تماما، وقدر عن طريق مهاب لشرف لكباكا جون عالمي الحقيقه، وقدرت تحافظ عليه لغايه نهايه المباراه. تكتيك اشتغل عليه ميكالي وكان محفظه للفرقه او للمنتخب، على الرغم من زي ما انا اتكلمت معاك قبل كده ان هو 14 يوم فقط ما قبل بدايه. أيوه. هذه البطوله. أيوه. وانا اعتقد وانا قلت معاك برضو يا ابراهيم في المداخله اللي فاتت انه ان شاء الله ان شاء الله هذا المنتخب عنده مجموعه واعده جدا من اللاعبين المصابين، ان شاء الله هيرجعوا هيخشوا مع الفرقه مع المجموعه اللي موجوده، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه في كاس الامم الافريقيه القادمه. ده السؤال اللي كنت هساله لك. ميكالي نجح مع منتخب مصر الاولمبي، هل تتخيل انه كمان عنده القدره بعد ما الحمد لله ضمننا التاهل لبطوله الامم الافريقيه، سواء بقى خلاص احنا ما عندناش مشكله تتلعب بره تتلعب في مصر، الدنيا ان شاء الله باذن الله كده بقت سهله علينا، هل تتخيل انه يحقق نجاح شبه النجاح اللي حققه مع المنتخب الاولمبي ولا لا؟ اعتقد انه ممكن يكون نجاح اكتر، لانه ان شاء الله حاطط عينه لما كان بيتكلم معايا الكام يوم اللي فاتوا، يعني كنا بنقعد مع بعض كتير فبنتكلم، انا ما بتكلمش طبعا برتغالي ولا حاجه، المترجم هو اللي بيترجم. كنا بنقعد مع بعض انا وهو، كنا دايما بنتكلم عن لو ربنا كرمنا وقدرنا نتاهل ان شاء الله هنعمل حاجه كبيره في كاس الامم الافريقيه، ومن بعدها ان شاء الله نقدر نتاهل لكاس العالم، ومن بعدها يكون عندك جيل يكون نواه لنواه كبيره كمان للمنتخب الاولمبي، ومن بعد كده نواه للمنتخب الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله قدها وقدود. مره ثانيه ببارك لكم وببارك لكل الناس، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله كمان اللي جاي يكون افضل وافضل. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسلام. كابتن إسلام الشاطر نجم مصر ومدير منتخبنا الوطني.